الفنان الكبير أستاذ محمود الجندي، كنت حضرتك حريص النهاردة على التواجد في مسيرة وزارة الثقافة في الذكرى الثالثة للثورة، فعايزين حضرتك توجه رسالة للمشاركين وللشعب المصري النهاردة. المشاركين بقول لهم شكرا لنزولكم ومشاركتكم، والشعب المصري بقول له مبروك، كل سنة وانت طيب، وسنظل إن شاء الله نحتفل بهذه الذكرى، وإن شاء الله السنوات القادمة نحتفل بالإنجازات اللي حققتها الثورة. بالرغم من اليوم الدموي اللي شهدته مصر امبارح والتفجيرات الكتير اللي حصلت، الا ان وزاره الثقافه كانت حريصه برضو ان هي تعمل مسيره، وان احنا مش هنيأس، وان ده مش هيوقفنا ومش هيمنع ان احنا نكمل شغل. شايف ازاي مصر الفتره اللي جايه بعد مرور 3 سنوات على ثوره 25 يناير؟ شايف الفتره اللي جايه احسن من اللي فاتت، وشايف ان مصر ام الدنيا وهتبقى قد الدنيا ان شاء الله. في النهاية برضه عايزين نعرف آخر أعمال حضرتك الفنية. مسرحية اللي بنى مصر بعملها على مسرح العين، ودي إرشاد للشباب الجيل اللي عايز دلوقتي يعرفوا قدوتهم والناس اللي أنجزوا حاجات عشان مصر.